راس الجمل دي محتاجة تعالى شوية. ها؟ والجمالين دول محتاجين يعلوا شوية هنا. تفضل تعالى من الأول. حبيبتي ليلى، حبيبتي وانت لسه في اللوحه دي؟ حقيقه انا اسوأ قوي، مش عارفه تكمل معايا. اندهيلي دكتور عزيز، روحي اندهيلي دكتور عزيز. انت اتجننت؟ انت ازاي تسمح لنفسك تكلمني كده؟ طيب انا هوريك. يلا يا انت هنا بطيء، بقاله 3 ايام في نفس اللوحه، الناس كلها كملت وابتدت في لوحه جديده وهو لسه، واللي زادوا غطى بقى يقل الادب عليا. لا هو من الاول لا عاجبه كلامي ولا ملاحظاتي. هاي اكسلنت، انت خلصت الشغل ده في 3 ايام بس، برافو. هايل. طب بضيه اديله 500 جنيه. بس ده Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think? عز، ما شفتيش إلهام؟ لا ما شفتهاش. سوزي، ما شفتيش إلهام؟ بتيجي، بس بتمشي بعد المحاضرات على طول. دي اتنقبت. نقبت؟ إمتى؟ إلهام. لا مش ليه. إلهام. لا أنا مش إلهام. إلهام. كلهن مؤمنات يا أخي. كلهن مؤمنات. Help! Help!
معلش مش قادره اقولك اتفضل، اصلي لوحدي وما يصحش. ما بترديش على الموبايل ليه؟ انا بقالي 5 ايام ما بشوفكيش في الكليه. لكن انا بشوفك وبدعي لك ربنا يصلح طريقك ويوفقك. يعني بتيجي وبتشوفيني وما تكلمينيش؟ وانا هتجنن بدور عليكي في كل حته مش لاقيكي. ايه مستخبيه مني ورا اللبس ده؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ وايه حكايه التخصص راح؟ انت كتبتي عماره داخليه في استماره الرغبات؟ طب ليه؟ مش احنا كنا اتفقنا ندخل سوا ديكور سينما ومسرح؟ مش انت بتحبي الرسم وبتكرهي المواد الهندسيه؟ هستحمل، ارحم من ديكور السينما والمسرح والفساد والمسخره اللي في المجالات القذره دي.